هذا وأوضح وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور على هامش القمة الأفريقية في إثيوبيا أن الإرهاب أصبح قضية عالمية تتطلب التحالف لمحاربته في المنطقة العربية والإفريقية. التحالف ضد الإرهاب هو الآن قضية عالمية، وكذلك التحالف ضد الإرهاب في منطقتنا سواء كان المنطقة العربية والإفريقية أمر هام جدا. بالأمس كانت هنالك جلسة مسائية للرؤساء الأفارقة في مجلس السلم والأمن الأفريقي، استمعت إلى تقرير تفصيلي حول قضايا الإرهاب في إفريقيا. أجمع الجميع بأن الإرهاب لا وطن له، لا حدود له، بالتالي لا بد من توحيد الجهود في كل مناطق العالم والتنسيق وتبادل المعلومات من أجل مكافحة الإرهاب، خاصة أن منطقتنا العربية والأفريقية تعج بالحركات الإرهابية.